أستاذ رامي، لديك الأرقام ربما والمعلومات الأوفى، وأنت على تماس مباشر مع ما يجري في سوريا. الوضع في حما، خارطة السيطرة للمعارضة، هل فعليا تمكنت من تجاوز جميع الخطوط وباتت حما بمجملها لدى المعارضة؟ نعم، نتحدث عن ما بعد حما الآن. مساء الخير، تحية لك وللضيوف الكرام. حياك. نتحدث عن هذا الانهيار الذي قلت عنه أجرى اليوم في أحد تصريحات أحد وكالات الأنباء الدولية. اليوم معركة حما هي معركة الفصل. إذا ما سقط النظام في حما، معنى ذلك أنها بدأت عملية الانهيار بشكل كامل. الآن تلبيسة تقع جنوب حما على نحو 30 كيلومتر، انسحبت منها قوات النظام. القوات التي كانت في حما نحو 200 آلية انسحبت باتجاه مدينة حمص. مدينة السلمية تقع شرق حما، وهي ذات خليط سني علوي إسماعيلي، أيضا انسحبت منها قوات النظام. أي أن هناك انهيارات أو انسحابات كبيرة لقوات النظام. أنت تتحدث عن حما، وما بعد حما تتحدث عن نحو 200 كيلومتر من طريق حلب دمشق الدولي، بات يعني ما إما تصفه بشكل مباشر. بالانهيارات أستاذ رامي، هل هو بفعل نعم. مواجهات مسلحة أم هي انسحابات واضحة دونما مواجهة تذكر؟ لا، هو في حما كانت مواجهات ومواجهات كبيرة. هي سميناها اليوم هي معركة كسر الإرادات. صباحاً قلت أنا هذه معركة كسر الإرادات، أنه إذا من كسر النظام، من ينكسر في حما ينكسر ويستمر انكساره، ومن ينتصر في حما سوف تستمر انتصاراته. كان علي الحال بأن هيئة تحرير الشام دفعت بمقاتليها بأعداد كبيرة جدا باتجاه مدينة حما من ثلاث جبهات، وتمكنت من السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية التي تقع في وسط سوريا، والتي غربها وشرقها وجنوبها كان النظام يعتقد بأنها حاضنة شعبية للنظام. ما نشاهده يعني بالأشرطة المصورة وشريط مصور لدينا بأن هذه العمليات هي التي أدت انهيار النظام، تفجير آليات مقاتلين من العصائب الحمراء المعروفة قوات النقبة بالهيئة، تقدمت وكانت تشرف على هذه العمليات. يعني لا نريد أن نعلق الهيئة مصنفة غير مصنفة، الأمر على أرض الواقع الآن بأن انهيارات حقيقية. هل حزب الله هو الذي كان رافعة النظام؟ هل معنويات النظام نتيجة العقوبات الأمريكية الاقتصادية التي أدت للانهيار هذا الكبير؟ الانهيار لا وقود، لا أموال، لا رواتب، لا 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 إلى آخره، أدت للانهيار. لكن بذات الوقت دعنا نقول بأن الهيئة ومن مع الهيئة كان لديهم قرار واضح، تدريب مستمر منذ فترة طويلة، طائرات مسيرة، تدريب شديد أدى لهذا التقدم الكبير والترحيب الشعبي بهذه المناطق التي دخلوا إليها. طيب، تحدثت عن الوصول إلى تلبيسة، ماذا يعني الوصول إلى هذه؟ لا، ليس الوصول، إذن يكون دقيقين، ليس الوصول، إذن انسحاب قوات النظام من تلبيسة وانسحابها من بلدات تقع على طريق تلبيسة حمص، أي أن هناك انسحابات للنظام نبني وليس على الوصول الانسحاب هذا. أبني سؤالي على هذا الانسحاب، هل نفهم من ذلك أو يقرأ ربما أن كرة الوصول إلى مناطق أبعد قد بدأت تتدحرج، وربما في أيام قلائل يتم الوصول إلى حمص كتوقع؟ لا، حمص قد تصل بغدا إلى حمص. الموضوع ليس قضية حمص وصلنا إلى حمص، الموضوع الآن هل يستطيع النظام الصمود في حمص، والتي هي حتى في أشد الحالات عندما كان المعارضون أو المقاتلون يسيطرون على أحياء منها كان النظام موجود فيها بقوة، لأن هناك صلة مع الساحل السوري، هل يستطيعون السيطرة على حمص، التقدم باتجاه حمص والسيطرة عليها؟ أنا كل ما أرى بأن المعنويات هي منعدمة. لا يعني قتال كان خلال 5 أيام في حمص، وأنت بكل سلاح الجو، صواريخ أرض استخدمت، وبعد ذلك أنت لا غير قادر على الصمود في مدينة. هذا يدل إلى مؤشرات كثيرة بأن الكرة تدحرجت، وبالفعل هي تدحرج إلى أين لا نعلم، لكن تركوا سلاح كثير وراءهم وانسحبوا، لأن فقط خلال 24 ساعة أو ليس 24، أقل من 24 ساعة الفائتة في جبهات حما 95 قتيل من قوات النظام.